نقدم دعوة الله عز وجل على أموالنا وعلى أرزاقنا وعلى دنيانا ومصالحنا. الدعوة أولا. وأي دعوة؟ هل دعوة الإخوانيين إلى المظاهرات والمسيرات وإلى كراسي السلطة؟ والله لا، لا نريدها ولو جاءتنا، لا نريدها. نريد من الناس أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا نريد منهم شيئا آخر أبدا. وهل هي كدعوة جماعة التبليغ الذين ينتشرون في المساجد ويملؤونها بالأواني وبالشاي الأخضر والأحمر وبالعدس والصلصة؟ لا، هي دعوة إلى التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أو كدعوة عبد الحي الذي ملأ الدنيا صراخا وضجيجا وليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء، خرج إلى الصوفية وإلى طواغيتهم، طواغيت الصوفية، ليطلب عندهم العلم ويحضر بدعهم التي تسمى كذبا ودورا، ذكرا لله، وذكر الله منها براء، وهي من ذكر الله براء ثم براء. فكل هذه الدعوات ما ذكرنا منها وما لم نذكر والله ليست منها دعوة إلا للدنيا والسلطة والسلطة. أما دعوة التوحيد هي دعوة الإخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ إلى الحزب الفلاني؟ لا. إلى السلطة؟ لا. إلى الدنيا؟ لا. إلى الانتخابات؟ لا. إلى الجماعات والأحزاب؟ لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الدعوة لا تقوم إلا بالتوحيد.